السلام عليكم إخواني الكرام، حياكم الله ورعاكم وتحية طيبة صادقة من القلب في هذا اليوم البهيج. كنتمنى إن شاء الله باش تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وطول العمر إن شاء الله لينا والبلادنا والعاهلنا المفدى ألا وهو جلالة المنصور بالله محمد السادس نصر الله وإياده. وانتم الآن مع قناة طريف تيفي. طريف تيفي ولفت كتدير لكم مناظر على البلاد، تدير لكم مناظر على المنطقة ككل، وكنوريكم خبايا إقليم فيقيق، يعني الحوايج اللي مازال ما شفتوهاش غادي تشوفوها إن شاء الله. وكنتمناو حتى الجالية المغربية المقيمة بالخارج إن شاء الله النجاح في هذا العام باش تجي تزورنا، لأن راه متوحشين وراهم حتى هما متوحشين البلاد إن شاء الله، وغادي يكون بألف خير علينا وعليكم وعلى البلاد وعلى العباد. سيدنا تبارك الله عليك، الله يحفظك. الله يبارك فيك خويا، بارك الله. بحكم كما قلنا أنت راه يعني عندك اليد في هذا المشروع إن شاء الله تبارك الله، نتمنى ويكون بالخير ويتكلل بالنجاح ان شاء الله والتيسير علينا وعليكم وعلى البلاد والعباد. اخي المشاهد، راه كنتمناو دائما منكم باش اي واحد في البلاد بلغ واحد المجهود على اي مشروع ان شاء الله كنتمناو له النجاح، وواحد النجاح اللي يكون ان شاء الله دائم ويكون فيه استقراريه وطمانينه لهاد البلاد، لان هاد البلاد تبارك الله ديال بوعرفرها مضيافه وتبارك الله، يعني اللي جا لها راه عندها واحد العباره كنا سمعنا بان بوعرفة اللي جا كيدخلها بالبكاء وملي كيخرجها كيخرج بالبكاء، ما كيقدرش يتفارق مع الناس ديالها. تحياتي، وراه طولت عليك شويه. هاني خذ راحتك، ماشي مشكل. بارك الله فيك خويا، تبارك الله عليكم. انا كنشوف بان هذا المشروع راه يعني كلفكم بزاف، يعني الكثير والكثير، لان اليوم راه الا جيت ترمم غير واحد البيت صغير كيطيح في واحد الثمن اللي هو كيكون خيالي، وكاين الناس اللي ما كيقدروش كاع يرمموا، كيسمحوا للصعوبه ديال الاخر. شكرا للصعوبه ديال هذا الشيء ديال هذا، لان انتم بحال راني شفت بان خدمتوا لابيسين وعاودتوا له من جديد، وداك الشيء الصباغه والاجهزه وهذا. ماذا بك تحكي لنا شويه شكون هي المصاعب اللي تلقاتكم في الطريق، الصعوبات اللي تلقاتكم في الطريق في هذا المشروع؟ لا شوف، بالنسبه لي المصاعب يعني اي حاجه ما سهلاش اي حاجه صعيبه. وباش تعطيك واحد الحاجه، نقولوا مثلا ندير واحد المشروع باش تعطيك فلوس وتعطيك، خاصك تعطيها هي. نعم، يعني بنادم خصو دائما كيخسر باش عاد يستنى المقابل ويتسنى المقابل. نعم، ما حد انت كتعطيه ما حد انت كتشد، اعطيتي الكثير تشد الكثير، اعطيتي القليل تشد القليل، هذه هي الحياه تبارك الله. شوف الناس حاجه غادي تعطيها شوف الناس تبارك الله، راه الاغلبيه تبارك الله راه عندك العقل كبير والله يكبر بك، لان علاش؟ شوف الناس، كاين اللي كيدير واحد المشروع وكيستنى بعدا غير يدخل عادي يقول لك غادي نخدم، ولكن انتو كتخدموا وكتستناو ان شاء الله ربي غادي ان شاء الله غادي هذا المشروع ينجح وغادي تردوا داك الشيء اللي ضاع لكم. شوف، حنا الانسان الحمد لله، حنا هذا مشروع كبير تكلنا فيه على الله وعمرنا النيه ديالنا، والكمال على مولانا والكمال على مولانا، ودرنا الخير فروسنا وغادي نلقاو، وكما كيقولوا دير الخير تلقاه. حنا هذا مشروع درناه لاصحاب البلاد، اضافه للبلاد، حساس ياكل فيه الخدام، ياكل فيه هذا، ياكل فيه هذا. جاي واحد ما كيعرف كاع، دايز في الطريق مثلا، واقف في الطوموبيل ديالو، تقهوى عيان، شرب كلا، ما عندناش المشكل. يعني هذا مشروع ديالنا كاملين، هذه واحد الخبزه، خبزه يعني حنا مسخرين، حنا جبناها وجبناها، وكل واحد غادي يدي منها طرف الخبز. ايوا، نتمناو الخير في الله والحمد لله. حنا كتقول غادي ندير مشروع وتكل على الله وتعمر النيه. واه، قال لك حنا الحمد لله، ما شكون اللي ضمن لنا غادي نعيشوا حتى الغدا باش خسرنا رزقنا. والانسان كتخسر رزقك كتعمرني وتكل على الله. قال لك من توكل على الله فهو حسبه، يعني انتوما توكلتوا على الله والحمد لله، توكلنا على الله، ربي هو ان شاء الله غادي يكمل من عنده. ينوي الخير غادي يجي. انا درك حتى واخا جيت كفضولي في هذا الوقت وجيت حواس منا وجبرتك جالس، سمعت بان في العاجل القريب ان شاء الله غادي يتفتح هذا لابيسين وهذا الاخر ان شاء الله. ان شاء الله حاليا درنا شي دابا شي 15 جور دروك، درنا المجهود ديالنا الليل ونهار
باش نخدموا باش نكافحوا باش نجيبوها في الوقت المناسب ان شاء الله، وباش نوجدوا المسائل ديالنا. وان شاء الله غادي نديروا الافتتاح نهار السبت ان شاء الله، هاد السبت الجاي ان شاء الله. ان شاء الله وغادي تكونوا فيه السهرة وغيكون فيه بزاف ديال المسائل، يعني الحمد لله نتمنوا حنا دايرين المجهود ديالنا. الله يعطيكم الصحة سيدي. ومشروع فيه لابيسين، فيه القهوة، فيه يكون فيه القاعات الحفلات ان شاء الله، العرسات ان شاء الله، والسهرات ان شاء الله. كل سيمانة غادي تكون السهرة ان شاء الله. ان شاء الله وحاليا غادي يجينا صحاب السهرة، غادي يجيونا صحاب خنيفرة. ولان هذه محمد محمد وباري يعني معروف، يعني معروف بحال الا قلتي الاسد فنان، يعني فنان غادي يجي نهار السبت ان شاء الله. فنان كبير ان شاء الله. الشيخات اللي معاه راه فنانات، وحنا لان حنا الفنانين بالضبط، ما كنقولوا الشيخات كنقولوا فنانات، ولكن غير هو ذاك المصطلح ديال الشيخات، لان هما كيكونوا مجموعه ياك، واحد المجموعه كيكونوا مجموعات جروب. جروب هذا هو ان شاء الله غادي يكونوا نهار السبت هنا، وراه كيدير لكم دعوه كاع اللي بغى يجي ان شاء الله للسهره. غير هو الساعه مازال يمكن ما محددينش ساعات الانطلاق. ساعات الانطلاق غادي تكون ان شاء الله من الخمسه الفوق، يعني من الخمسه من الخامسه مساء الفوق، لان السهرات كنعرفها يحددوا يمكن في 12 الليل ياك. لا غادي نحددوا من الخمسه ل 12 الليل، حيت علاش؟ الخمسه 12 الليل كاين مازال حالات الطوارئ، وحنا ما بغيناش نديروا شي حاجه ماشي هي هذيك ان شاء الله. والحمد لله، وكما قلت لك هذا الاستاذ اللي غادي يجي لنا، ولا نقولوا هذا الفنان او الفنان او لا المغني، نعم هو التلميذ ديال محمد درويش مسك الله يرحمه، تبارك الله يعني تبارك الله. معروف ايوا. نتمنى السيدي يجيب خير وعلى خير، ونتمنى لكم ان شاء الله النجاح في هذا المشروع ديالكم. كما كنقول لك انا ولد زاكوره ماشي ولد هنا شلح، وكما الحمد لله فيما مشيتي راه بلادك، وجيت لبوعرفه هنا خدمنا، لقينا تلاقينا مع بنت الناس اللي هي مولات المشروع، نعم اللي هي الزوجه ديالي، والحمد لله والله يسخر. فيما مشينا الحمد لله راه بلادنا، اللهم لك الحمد يا رب، والله يجيب اللي فيها خير يا ربي امين. ايوا نتمنوا النجاح اخوتي، كل واحد شاف هذا الفيديو ان شاء الله، كل واحد شاف هذا الفيديو ان شاء الله يدعي معنا باش ان شاء الله هذا المشروع ينجح، وان شاء الله يدير لكم مشروع اخر في ان شاء الله في الايام في السنين القادمه، لان واخا هو كيقول لك امر الله، يقدر بنادم يموت ولكن نتمنوا له عمر طويل ان شاء الله، لا هو ولا العائله ديالو الكريمه. الحمد لله يعني انسان ملي كنقولوا الموت يعني ضروري واحد الانسان الوارد كيكون، يعني كنقولوا الوارد كيكون، مات الوالد كاينين يكونوا ولادو غادي يسيروا، يعني المشروع ما غاديش يتحبس، السهرات ما غاديش يتحبسوا، يعني الحمد لله الحياه كتبقى دائما تمشى، الحياه ما غاديش توقف. واو. الحياة اصلا ما عمرها كتوقف الحمد شكرا لله. شكرا خويا الله يحفظك على هذا الشيء اللي الحمد لله. وبيت نقول لك يعني الحمد لله كما كنقولوا الناس اللي ما كيعرفوش العربية اللي هما مثلا تقريبا ولاد البلاد ولا شي حاجة، نهضر معاهم بالشلحة اكس سمات، وين يرد يدو مرحبا السهرة بوعرفة، رد الدنيا الجروب ستنين محمد وباري خنيفرة يا التلميذ محمد درويشه، ونا يرد يدوم مرحبا سرسن ديد ولا سزال، ونا التيوي لوقت مرحبا ها زايد الا يلبسين بوعرفه يخرجن بوعرفه يغنفت البوليس اغرس نوجده، مرحبا سرسن سو شلحي سو عراب سو رومي، ونا كله تيوي لوقت مرحبا سرسن. الحمد لله الخيرات نقات، نتكل في ربي اللي قال مشروعات، نتمنى الخير ان شاء الله. دا غير سما قال ربي يدير غاز، دا غير سما قال ربي دماغ يوف ماشي مانوف، والحمد لله هذا ما كان ان شاء الله. خوتي اللي ما كيفهموش الحركه يقول لكم مرحبا بكم في السهره ان شاء الله، غادي تكون يوم السبت ان شاء الله من الخمسة عشيه، وكيرحب بكلش قال لك، لان احنا كلنا مغاربه ما فيهاش هذا فرق بين هذا هذا. وراه زاد توضيح بان قال لك اودي لابيسين ديال الجماعه اللي هو في سانداج، يعني في طريق المؤدية الوجدة ملي كتفوت البوليس كتلقاه. مرحبا بكم وشكرا لك. شكرا خويا، الله يكبر بك وسمح لنا راه ضيعنا لك شويه زورنا مرة أخرى ديالك. مرحبا بك، تبارك الله عليك، نتلاقاو ان شاء الله الملاقاه زورنا ان شاء الله، وراك معروض غادي نجي السبت ان شاء الله. تبارك الله عليك ان شاء الله، الله يحيينا ويحييكم يا ربي يا رب. تبارك الله عليك.